اهلا بيكم من جديد، وخلونا قبل ما نبدا اخبارنا العالميه نروح مع بعض نشوف ابرز نتائج امبارح خارج الملاعب المصريه ونرجع نبدا اخبارنا. خلونا نبدا اخبارنا العالميه النهارده من عند الدوري الاوروبي بين روما واشبيليه. طبعا اشبيليه بيقدر ان هو يتوج بالدوري الاوروبي للمره السابعه في تاريخه، وده بعد ما فاز على روما في ملعب باشكش ارينا في المجر في نهائي الدوري الاوروبي. طبعا المباراه دي انتهت بنتيجه 4-1 بركلات الجزاء بعد التعادل الايجابي بنتيجه 1-1. طبعا طول احداث المباراه باولو ديبالا افتتح اهداف المباراه في الدقيقه 35، بعدها اتعادل اشبيليا عن طريق هدف عكسي سجله جيانلوكا مانشيني بالخطا في مرماه في الدقيقه 55، وفي ضربات الجزاء سجل لعيبه اشبيليا كل ركلاتهم الاربعه بنجاح. طبعا الناحيه الثانيه اهدر لروما جيانلوكا مانشيني وروجر بيانيز عشان ينتهي اللقاء بتتويج اشبيليا ببطولتهم المفضله. اشبيليا كده بالنهائي طبعا اللي لعبه امبارح يبقى لعب 7 نهائيات من الدوري الاوروبي وفاز بال7 نهائيات اللي لعبهم كلهم عشان يواصل سيطرته على البطوله اللي طبعا بيحمل الرقم القياسي فيها بعدد مرات التتويج. جوزي موريني طبعا ذا سبيشال وان، مدرب فريق روما، فهو الراجل اللي ما خسرش ولا نهائي اوروبي قبل كده في ال5 نهائيات اللي لعبهم، لكنه بيخسر لاول مره نهائي اوروبي على ايد اشبيليا، وهو النهائي الاوروبي السادس اللي بيلعبه في بطوله الدوري الاوروبي طبعا اللي بتعد اول لقب كبير للمدرب خوسيه لويس ماندي في مسيرته التدريبيه. كمان ده بيعد تاني لقب من الدوري الاوروبي لياسين بونو ويوسف النصيري، طبعا اللعيبه المغاربه المحترفين في اشبيليا، وطبعا اللي اصبحوا اول لعيبه عرب بيفوزوا بلقبين من الدوري الاوروبي.